مواصلة للعمل الناجح الذي يقوم به الفريق الطبي بمستشفى الأخوات باج وبقيادة الطبيب الجراح يوسف عشيرة يعقوب، تم إجراء عملية جراحية جد معقدة لإحدى المريضات. كانت تعاني من انتفاخة أو انتفاخة أو أم الدماء على مستوى الشريان التحتي القوي أو سكونابل نانيفريزم دو لاختير سو كلافياف دغوات، وهذا ناتج عن وجود متلازمه سكون ابال لو ديفيلي توراكوبراكيال او التضيق الصدري العضدي، واللي هي كانت عندها ابري لي زيكسبلوراسيون ديبي هي على كونسلتي بور هذه لا ماس باتونت او نيفو دو سيس كلافيكولار، مي بعد الفحوصات لي زيكسبلوراسيون بوسي صبنا بلي هذه المريضه عندها عظمه زائده وسكون ابال اون كوت سيرفيكال سور نيميغار. السيدة البالغة من العمر 70 سنة عانت لسنوات طويلة من مرض عجز الكثير من الأطباء على تشخيصه، وبعد قيامها بعدة فحوصات أجريت لها العملية الجراحية المعقدة. هي عملية نادرة ومعقدة، هي نادرة ومعقدة سي لو ديفيلي توراكوبراكيال، للحمد لله كللت بنجاح، وهذه العملية بالك لو كان نروحوا للسي اش يو ما نقولوش ما داروهاش مي بالك ما جاتهمش باسكو هي اصلا نادره. احنا رانا مع الطبيب هذا راه عندنا كيف نقولوا تطور في هذا المجال. دلي عمليه الحمد لله يا ربي وما شاء الله الله يبارك وربي يشد النبي ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله. اللي مريحت ذراعي ما كنتش نحركو، جنبي ما كنتش نحركو، اليوم الحمد لله يا ربي. كوادر طبية جد مؤهلة كالطبيب يوسف عشيرة الذي تم إنصافه من طرف وزير الصحة، أين باشر عمله بإجراء عملية جراحية جد معقدة وناجحة، وأنهى بذلك معاناة مرضى تعبوا من كثرة التنقلات ما بين المستشفيات لمعرفة عللهم.